سبب آخر يا أخواني، سبب آخر، جنوح الكنيسة إلى العنف في معاملة المخالفين. من المخالفون؟ المخالفون من الهراطقة، وطبعاً واضح أنه كل مذهب ديني آخر غير مطابق وغير مماثل يعتبر إيه مذهباً؟ بدعياً، يعني هرطوقياً أو هرطقياً. البروتستان في نظر إيه الكاثوليك؟ هراطقة، مصيبة هذه، والعكس صحيح كمان. فضلاً عن العلماء والفلاسفة والمفكرين الذين يتهمون إيه بالهرطقة والخروج على الخط الرسمي وعلى الأرثوذكسية، يعني الطريق إيه المستقيم الواضح للدين، الصراطية الدينية تسمى إيه؟ الأرثوذكسية، الصراطية الدينية. الكنيسة تعاملت مع هؤلاء جميعاً بمنطق واحد: القتل، المذابح، التحريق، الإعدام، التشريد، الحرمان، شيء مخيف جداً جداً، أزعج الناس هذا، وهذا عبر العصور، عبر إيه؟ عبر العصور. الكتاب الأسود للكنيسة يؤرخ لهذا سنة إيه وسنة، حقبة وحقبة، يكتب لك السنة وإيش حصل فيها، 400 وكذا كذا، قتل هيباتيا بنت نيون الإسكندراني، تعرف هيباتيا آخر فيلسوفة في مدرسة الإسكندرية وآخر عالمة الرياضيات هي هيباتيا المسكينة، هذه الفتاة الجميلة الذكية جدا جدا الفصيحة، عالمة في الرياضيات والعلوم الطبيعية والفلسفة والمنطق على جمالها كأنثى، ولم تكن مسيحية، ما كانت تتدين بهذا الدين، هي حرة وكانت تنور وتبث الأفكار. أبوها نيون، اسمه نيون، وكان أي خازن مكتبة، أو عفوا أي مدير مكتبة الإسكندرية، أب مثقف، ابنته هي على يعني غراره. سيريل أسقف الإسكندرية أصدر أمرا بإعدامها، قال هذه مرتقة زنديقة خطيرة جدا جدا على الدين، والتبرير قال هيباتيا خطيرة على مستقبل المسيحية، على مستقبل الدين، هذا خطير جدا. تعرفون مدحة مجموعة من رجال الدين وهم العامة أخذوها في الشارع وقتلوها، ثم بأمر سيريل قطعت إربا إربا، تم تقطيعها وهي ميتة، طريقة وحشية. آخر فيلسوفة وعالمة كانت إيه في الإسكندرية، والإسكندرية معقل كبير للفلسفة والعلم. ما الذي حصل؟ بمقتل هيباتيا أيها الإخوة، بأمر سيريل أسقف الإسكندرية، فر من بقي من العلماء إلى فارس وإلى الهند، وانتهت إيه مسيرة العلم والفلسفة في الإسكندرية في مصر. كارثة، المسيحية فعلت هذا، الديانة، الكنيسة، الأسقف. لماذا؟ لماذا؟ حرق المكتبات. يقول هذا، طبعاً هذا خطأ، أنا في خطبتي عن إيه تجريم الكتاب وتحريم الكتاب لا أثبت أنا قبل هذا، هو يقول خطأ، جل من لا يسهو ومن لا يخطئ. قال أول محرقة أقيمت للكتاب أقامها بولس الرسول، بولس، تعرف بولس الحرف المسيحية، هذا أقام محرقة للكتب بأمره، أتي بكتب وثنية تعتبر تخالف المسيحية، وقيمتها 50,000 فضية، 50,000 قطعة فضية، كتب كثيرة معناها مهمة جدا، وتم إحراقها. يقول الكتاب الأسود للكنيسة، قال هذه أول محرقة أقيمت للكتب، وظلت الكتب تحرق عبر إيه العصور أيها الإخوة، وتمنع كما قلت لكم آخر قائمة في إيه؟ في ستينيات القرن العشرين، عجيب، 1961 أو 65 تقريبا. لماذا هذا الموقف؟ عنف شديد جدا مع الفكر، مع أي شيء مناهض، مع أي شيء مخالف، مع أي شيء لا يتطابق، عنف شديد.